حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك في أول أيام التشريق. بلينكين يعتبر أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا. 9 نواب من حزب المحافظين البريطاني يتنافسون لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحو 1 مليون مسلم يواصلون أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية وروحانية، وذلك بعد تخفيف قيود فيروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية طوال العامين الماضيين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات 3 اليوم الأحد أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك عبد الله بركات. عبد الله، كيف جرت مراسم تصعيد الحجاج اليوم بمشعر منى ورمي الجمرات 3؟ تحياتي لك صاحب وتحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري من مشعر عرفات، حيث يواصل الحجاج من مشعر منى حيث يواصل الحجاج رمي جمرة أول أيام يقومون برمي جمرات من هم متعجلين، وبالتالي سينتهي اليومين اللذين تعجل فيهما الحجاج. لكن من أراد أن يواصل الثلاثة أيام، هناك أيضا أماكن موجودة هنا بمنى للحجاج للمبيت ومواصلة باقي أيام التشريق. وزارة الداخلية المصرية المشرفة على بعثة الحج الرسمية بتواصل تقديم خدماتها للحجاج هنا بمشعر منى من خلال إتاحة الحافلات ما بعد منتصف الليل بالنسبة للحجاج المتعجلين للعودة مرة أخرى إلى أماكن إقامتهم وفنادقهم الموجودة بمكة المكرمة والموجودة بالفعل في المنطقة المركزية، أي بمحيط الحرم المكي الشريف. أما فيما يتعلق بغير المتعجلين، سيستمر الخدمات المقدمة لهم هنا بمشعر منى من خلال إتاحة الخدمات اللوجستية الموجودة في المخيمات حتى انتهاء أيام التشريق. تيسيرات كبيرة مقدمة
على مشعر عرفات بواسطة السلطات السعودية. يمكن جديد هذا الأمر ما يتعلق بوجود روبوت استحدثته وزارة الشؤون الإسلامية بيسعى ما بين الحجاج، يقوم بتسجيل أو الحاج يستطيع من خلاله أن يتحدث صوت وصورة مع المفتي، حوالي أكثر من 480 مفتي يمكن أن يتم التحدث معهم، منهم 177 موجودين في الأكشاك هنا على صعيد منى، وبالتالي بيستطيع الحاج أن يستفسر عن أمور الدين هنا والرجم وغيرها من الأمور بشكل ميسر من خلال هذه الروبوتات المنتشرة هنا على مشعر منى. ما يتعلق أيضا بالأمور التنظيمية، الأمور منظمة بشكل كبير جدا إلى جسر الجمرات المكون من 4 طوابق يتم من خلالها يعني مسارات محددة بيتم تحديدها للحجاج للتوجه إلى جسر الجمرات، 4 طوابق لمنع عمليات التزاحم، لمنع عمليات تيسير على الحاج في التوجه. في المقابل يستطيع الحاج العودة مرة أخرى من طريق مختلف تماما، وبالتالي لا يتقابل المساران بحيث لا يحدث تصادم. يعني كما نرى في الخلفية يعني عدد كبير جدا من الحجاج الذين قاموا برمي الجمرات والعودة مرة أخرى إلى أماكن مخيماتهم في انتظار المتعجلين أيضا ما بعد منتصف الليل في ظل هذه التيسيرات. حوالي أكثر من 1 مليون حاج موجودين هنا على مشعر منى، منهم 20,000 حاج مصري، بينهم أيضا 6,425 حاج من حجاج القرعة، مقدم لهم الخدمات على مدار الساعة حتى العودة إن شاء الله إلى مكة المكرمة لاستكمال طواف الإفاضة لمن لم يقوم بطواف الإفاضة، ثم العودة وفقا للأيام المحددة. هم يعني حوالي تم تحديد 21 يوم بالنسبة للحجاج القرعة على وجه الخصوص، يعودوا بعدها من مطار جدة إلى مصر. يعني إلى هذا العام تم تطبيق نظام المسار الواحد، المدينة ثم مكة ومنها إلى جدة بعد انتهاء المناسك. لكن بالنسبة للأمور الطبية بالطبع الأمور الطبية مستقرة تماما، حالة الحجاج مستقرة، خاصة الحالات الحرجة الصحية المتخذة قبل التوجه إلى مكة. ماذا عن الحالات الحرجة والخدمات الصحية المقدمة للحجاج المصريين؟ نعم سحر، لا أعتقد أن هناك حالات حرجة في المستشفيات خاصة بالبعثة المصرية نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها قبل التوجه إلى المناسك. يمكن كان من أهم هذه الإجراءات أن يتم تطعيم الحاج بلقاح كورونا، أن يتم إجراء اختبار خاص بهذا الأمر، أن يكون الحاج خالي من الأمراض المزمنة. هذه الإجراءات الطبية ساهمت بدرجة كبيرة في وجود عدد كبير من الحجاج يتمتعون بصحة جيدة في أداء المناسك، لكن ما يظهر من حالاته حالات طبيعية نتيجة لارتفاع في درجات الحرارة، نتيجة لحالة الإعياء، نتيجة لأداء المناسك والمسافات الطويلة التي قد يقطعها الحاج ما بين عرفات ومزدلفة ومنى، حالة من الإجهاد. هذه هي الحالات الموجودة، حالات طبيعية جدا نتيجة للصعوبة، ليست الصعوبة في التحرك لكن صعوبة المناسك في المسافات الموجودة ما بين مثلا جسر الجمرات والمخيمات، ما بين التحرك من مزدلفة لمنى نتيجة للتزاحم. كل هذه الأمور بتحدث نوع من الإعياء ما بين بعض الحجاج ولا تصل إلى الحالة الحرجة نتيجة للإجراءات الصحية، إضافة أيضا إلى وجود البعثة الطبية وقوام حوالي 90 طبيب ومسعف وعدد من الأفراد متابعون على مدار الساعة الحالة الصحية للحجاج، إضافة إلى وجود أطباء من قطاع الخدمات الطبية أيضا يتابعون بوزارة الداخلية يتابعون الحالة الصحية لحجاج القرعة. وأيضا هنا في المناسك أو في مشعر منى موجود عدد كبير من المراكز الصحية وكذلك المسعفين والهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة السعودية متطوعين منها كثر نراهم هنا على مشعر عرفات. هي الأمور اللي هنا يعني مستقرة بدرجة كبيرة جدا، لكن درجة الحرارة هي مرتفعة قد تصل يعني في ساعات النهار إلى أكثر من 44 درجة، لكن بعض الإجراءات المتخذة من جانب السلطات السعودية وهي رش رذاذ المياه في المجمل على الحجاج بيسهم في خفض درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات، بالإضافة إلى وجود بعض المتطوعين الذين يقومون برش المياه على الحجاج لخفض درجات الحرارة والمساهمة في أن يستطيع الحاج أن يواصل أداء المناسك. نعم، حج مقبول وعودة سالمة بإذن الله من الأراضي المقدسة. موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات، شكرا جزيلا لك.
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع مصر بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة لعلماء مصر. وخلال لقاء مع مفتي جمهورية الدكتور شوقي علام في مشعر منى على هامش زيارته الحالية لتأدية مناسك الحج، أكد الشيخ على أن وزارة الشؤون الإسلامية تتعاون مع دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر، مضيفا أن الجميع يعمل وفقا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية لنشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية. نحن نريد أن نتقدم خطوة كبيرة في سبيل أن نظهر الصورة الحضارية لديننا، وفي تقديري بأن هذا هو المحك الحقيقي للقضاء أو للتخفيف من هذه الصورة السلبية في الخارج. معالي الوزير بذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، ونحن أيضا في مصر وعلى كافة المستويات المؤسسات الدينية نحن نبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد. ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من نشر الاعتدال والوسطية وما بيننا وبين مصر الشقيقة من توافق في الرؤى في هذا المنهج الذي يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، لا شك أن هذا يعني دليل على ما تكن مصر وعلماء مصر للمملكة العربية السعودية، وأيضا ما يكنه علماء المملكة العربية السعودية لمصر ولأهل مصر ولقيادة مصر. وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة عبر تطبيق زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك. من أحد الممرات المؤدية إلى جسر الجمرات بمشعر ميناء. أميرة، هذا هو يوم التشريق الأول، كانت هناك سيولة منذ الصباح الباكر على جسر الجمرات نظرا لانتشار المروري من قبل السلطات السعودية على طول الطرق وطول جسر الجمرات ذهابا وإيابا، وبالتالي لم توجد أي مشكلات أو أي معوقات واجهت ضيوف الرحمن خلال رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أؤكد لك أميرة أن كافة الإجراءات هذا الموسم موسم مغاير تماما للمواسم الماضية نظرا للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية على كافة الأصعدة لتوفير الأجواء لهذا الحدث الكبير. بالنسبة للوضع الصحي أميرة، وصل عدد الحالات في المستشفيات حتى اليوم 16 حالة من مجموع 24 حالة، تم خروج 8 حالات وما زالت 16 حالة. موجود 9 حالات في مستشفيات مكة المكرمة، وموجود حالتين بمستشفى عرفة بمستشفيات عرفة والباقي بمستشفيات ميناء. أؤكد لك أن الحالات كلها حالات مستقرة باستثناء حالة واحدة بالعناية المركزة. الفرقة الطبية التي تقوم المستشفيات كل 6 ساعات من خلال البعثة الطبية المصرية تطمئن على هذه الحالات وكيفية تقديم الخدمة العلاجية على مدار الساعة لحين إن شاء الله خروجها وتمام شفائها بإذن الله، سواء إلى المخيمات أو الرجوع إلى مكة المكرمة والعودة بمشيئة الله إلى أرض الوطن. هناك 5 حالات غسيل كلوي يتم عمل لها الغسيل الكلوي بشكل منتظم من خلال التنسيق مع السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية. كانت هناك 3 حالات موجودة بالمستشفيات قبل عملية التفويج
إلى مشعر عرفات تم تفويجها من خلال التنسيق ما بين مع السلطات السعودية، وتم بحمد الله تفويجها مباشرة إلى صعيد عرفة لتمكنها من أداء الفريضة في الحج عرفة. أؤكد لك أن الحمد لله الوضع الصحي حجاج مصر بخير، لم يتم رصد أي حالة وبائية أي من الأمراض الوبائية، وكذلك لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا. الحمد لله الأجواء سواء على المستوى اللوجستي أو المستوى الصحي الحمد لله الأجواء هنا آمنة، أجواء روحانية عالية من خلال هذه الإجراءات الميسرة التي تقدمها السلطات السعودية بالتعاون مع البعثة الرسمية المصرية. بالفعل هو تعاون كبير، شكرا جزيلا لك موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة محمد حلمي. أكدت وزارة الصحة والسكان سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 17 حالة، خرج منهم 7 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 10 حالات فقط حتى مساء أمس. كما أشارت الوزارة إلى أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي إلى جانب المتابعة الدورية لخمس حجاج يتلقون جلسات الغسيل الكلوي. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 19 طنا مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان، كما تم ضبط 611 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن أقماح محلية. تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتقوم كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتحقيق الانضباط لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، إضافة إلى الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. ليستمتع المصريون بأجواء احتفالية تحت مظلة من الأمن، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين تلك الاحتفالات. تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية، للمجد راية وأمنها ليه التحية، أبطال تضحي بدمها علشان بلادي. فقد انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاما في الأعياد. الأمن قوة بالرسالة الإنسانية، خدمات مواطن ليها طفرة مش عادية، أمن وأمن وكله قد المسؤولية. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتديها. مصر الأمل لكل واحد ظهر فاضي. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائي الجديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك
فهو مقصد رئيسي للمحتفلين. لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالإجراءات المحددة لها. كل تلك الإجراءات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. تعد القناطر الخيرية من أهم المقاصد السياحية بمصر، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات، وتشكل القناطر الخيرية جزءا هاما من ذكريات المصريين، حيث تعتبر المتنزه الأبرز والأهم بالنسبة لهم في الأعياد. مع ساعات الصباح تستقبل حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية زائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة، ومن بينها حديقة لؤلؤة الشرق أو عفلة سابقا، والتي شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الماضية. بدأت الأسر والعائلات تتوافد على الحدائق للاحتفال بالعيد. يمكن احنا بدأنا طبعا من فترة كالمعتاد في فترة الأعياد بنكثف أعمال النظافة والصيانة والتجهيزات وصيانة كافة مرافق الحديقة والحدائق الموجودة هنا. احنا هنا عندنا في القناطر الخيرية حوالي 10 حدائق مفتوحة للزائرين. الفرحة والسعادة ارتسمت على وجوه الصغار والكبار، فبينما يلهو الأطفال ويلعبون يستمتع الآباء بالأجواء الجميلة بالحديقة ويتذكرون أجمل الذكريات مع حدائق القناطر الخيرية. اهو جايين ننبسط كلنا الحمد لله، يعني من ضغط الشغل وكده، والحمد لله الدنيا حلوه. يعني انا بقول لهم يعني احلى مدينه رحتها في حياتي، يعني انا ان شاء الله يعني اول مره اروح. انا اسمي ياسين من القاهره، يعني منطقه بجد جميله قوي قوي قوي. اقدر استمتع ويعني العب مع اخويا وقرايبي واستمتع هنا بالجمال ده. منطقه جميله قوي بصراحه، اول مره اجي، اول رحله ليا هي دي. وتتميز حدائق القناطر الخيرية بالرحلات النيلية التي تعتبر رحلة شيقة أمام بوابات القناطر وسط نهر النيل. دي عندنا لانشات هنا بحرية، بنقابل الزبون ونقول له عايز رحلة بحرية، بنفسحك داخل الحوض في رحلة واثنين وثلاثة، في رحلة صغيرة دي بالفرد بيبقى داخل الحوض بتاخد من وقت مثلا من تلت ساعة لنص ساعة، وفي رحلة تانية أكبر منها بخرجك بره الكباري خالص، بتزور المعالم الخارجية وتشوف بعد نص المعالم اللي هي في القناطر الخيرية. القناطر الخيرية تعد من أهم المقاصد السياحية بمصر، حيث يطلق عليها عروس القليوبية والدلتا، وذلك لتاريخها العريق وجمالها الخلاب، حيث ارتبط بها المصريون وشكلت جزءا مهما من ذكرياتهم والذهاب إليها في جميع الأوقات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. استقبلت حديقة حيوان بني سويف ما يقرب من 12 ألف زائر على مدار يومين من عيد الأضحى المبارك، بعد تجهيز الحديقة بكافة التجهيزات لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد. وقالت هبة أحمد مدير حديقة حيوان بني سويف إنه تم توفير سبل الراحة للمواطنين للاستمتاع بالعيد، وتم استبدال واستقدام الحيوانات الجديدة. طبعا الحديقة استعدت من قبل العيد بتوفير كل سبل الراحة وإسعاد المواطنين والسادة الزوار. استقبلنا من أول العيد حوالي 12 ألف زائر. الحديقة بتعمل على توفير كل السبل لإسعاد السادة الزوار والمواطنين لإسعادهم في العيد والأطفال الصغيرين. عملنا استبدال لحيوانات واستقدام حيوانات جديدة. أعلنت وزارة الخارجية ردا على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا. وفي بيان لها أشارت وزارة الخارجية إلى المطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة. وأضافت وزارة الداخلية أن السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية قصفت مستودعين للجيش الأوكراني في منطقة دونستك. وأضافت الدفاع الروسية أن المستودعين كان يستخدمان لتخزين مدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وهي نوع من المدفعية، وذلك بالقرب من منطقة في دونيتسك. قال حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وذلك جراء قصف صاروخي روسي طال أحد المباني السكنية. وأضاف حاكم دونيتسك أن هناك أكثر من 30 شخصا محاصرون داخل المبنى، بالإضافة إلى إصابة آخرين. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه يتعين على أوروبا الاستعداد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل. وخلال كلمته في منتدى اقتصادي بجنوب فرنسا، أكد وزير المالية الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خططها المستقبلية. وأوضح أنه يتعين على فرنسا أن تكون حذرة في استهلاكها للطاقة، وأن تقوم بتخزين الغاز والحد من البيروقراطية التي تؤدي لبطء تطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة. قررت كندا تسليم ألمانيا توربينا ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 لتخفيف أزمة الطاقة مع روسيا. وقال وزير البيئة الكندي أنه بدون الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي سيعاني الاقتصاد الألماني من صعوبات كبيرة للغاية، وقد لا يتمكن الألمان من تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء. وتجري الحكومة الألمانية اتصالات مكثفة منذ أسابيع مع أوتاو لإعادة المعدات الأوروبية على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا. عبرت وزارة الطاقة والخارجية الأوكرانيتين عن خيبة أملهم الشديدة إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية إلى ألمانيا. ويعد التوربين ضروري لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 الذي تستخدمه شركة غازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي. ودعت الوزارتان الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها، مؤكدة أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية قد تكون ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، معربا عن القلق من أنها قد تتسبب بأزمة أخرى. وخلال زيارة له لهونغ كونغ، جدد بلينكن دعوته لموسكو من أجل السماح بخروج حوالي 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، حيث هي محاصرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اليابان الاثنين لتقديم التعازي في رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي تعرض للاغتيال. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن سيجتمع أيضا مع كبار المسؤولين في طوكيو لبحث تعزيز التحالف بين البلدين. صرحت مصادر بالشرطة اليابانية أن منفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أخبر المحققين بأنه يؤمن بشائعات عن ارتباط آبي بمنظمة يساء منها. وذكرت وسائل أعلام يابانية أن منفذ الاغتيال يكن كراهية تجاه منظمة دينية كانت والدته مهووسة بها، ما تسبب في مشكلات مالية لأسرته. وأضافت أنه حول غضبه ضد شينزو آبي بسبب اعتقاده بدعمه لهذه المنظمة. وأصيب آبي في إطلاق ناري غرب البلاد الجمعة الماضية ونقل جوا إلى مستشفى، ولكنه توفي متأثرا بالنزيف الحاد.
أعلن 4 من كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والمرشحون المحتملون هم وزير الصحة والمالية السابق ساجد جاويد، ووزير المالية الحالي ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت، بالإضافة إلى وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت. ويصل بذلك عدد المتنافسين لخلافة جونسون حتى الآن إلى 9 متنافسين. كان بوريس جونسون قد أعلن الخميس تنحيه عن رئاسة حزب المحافظين والبقاء في منصبه كرئيس للوزراء حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، وذلك على أثر سلسلة استقالات طالت وزراء ومسؤولين حكوميين. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات أطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية. قالت قيادة الأركان المشتركة للجيش في كوريا الجنوبية إنها رصدت مقذوفات أطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية عن طريق قاذفات صواريخ متعددة الفوهات. وأعلنت قيادة الأركان أن الطلقات رصدت في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، وأن الجيش كثف إجراءات المراقبة ورفع مستويات التأهب. وكثيرا ما تختبر كوريا الشمالية قاذفات صواريخ متعددة الفوهات خلال التدريبات العسكرية، وطورت في هذه السنوات الأخيرة أنواعا أكبر من الحجم من هذه الصواريخ. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ للتعامل مع بلاده كشريك وليس خصما، وأبدى وانغ أمله في أن تتمكن أستراليا من اتخاذ إجراءات ملموسة للتوصل إلى فهم صحيح للصين والعمل على تحسين العلاقات بين البلدين. وكان وزير خارجية البلدين قد اجتمع على هامش قمة 20 في إندونيسيا، حيث وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية الاجتماع بأنه كان خطوة أولى نحو استقرار العلاقات مع الصين، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. أفادت وسائل إعلام بمقتل 19 شخصا جراء عملية لإطلاق النار داخل حانة بالقرب أو بقرية بالقرب من جنوب غرب مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد فتحت تحقيقا في نهاية يونيو الماضي في مقتل 22 شابا على الأقل تم العثور عليهم داخل حانة شعبية في بلدة أو في بلدة إيست لندن جنوب شرق البلاد. أعلن مسؤول الصحة بمدينة شنغهاي الصينية رصد نوع جديد من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وحذرت الصحة في شنغهاي من أن المدينة تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، محذرة من استمرار خطر انتشار الوباء بشكل أوسع. وقد كانت شنغهاي بشرق الصين قد رفعت قيود إغلاق استمرت نحو شهرين منذ بداية يونيو، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفشٍ محتمل للفيروس. سجلت السلطات اليابانية 54,071 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة. وذكرت السلطات اليابانية أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت 9,482 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يبلغ إجمالي الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد 80 حالة. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء تخطى 9,710,000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31,431 حالة وفاة.
والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا سحر، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار الأعمال بميناء العريش التابع لها من استقبال وتفريغ باقي حمولات السفينة توباز موسكوفا، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية. هذا وقد استقبل الميناء أول معدات المحطة الثلاثاء الماضي، حيث إنه ولأول مرة في تاريخه يستقبل الميناء هذا النوع من حاملة الحمولات الثقيلة. وتعمل محطة كهرباء العريش البخارية حالياً بقدرة 70 ميجا وات، ويأتي استقبال هذه المعدات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية بهدف الوصول لكفاءة كهربائية جديدة تبلغ نحو 320 ميجا وات. في إطار جهود الدولة لتحسين منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة والنظافة العامة، شهد وزير التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أنحاء محافظة القاهرة. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على وضع آلية ذكية متكاملة لرقابة منظومة المخلفات بالعاصمة بهدف ضمان تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة. من جانبها شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات بما يساهم في تعظيم الاستثمار في هذا المجال. في إطار جهود الدولة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بمميزات تنافسية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينية من الرسوم الجمركية وذلك لمدة عام. وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على الشقين الاقتصادي والاستثماري، وكذلك دعم تنفيذ استراتيجيات وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركتها. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و83 قرشا للشراء و18 جنيها و90 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و18 قرشا للشراء و19 جنيها و26 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و55 قرشا للشراء و22 جنيها و65 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 15 جنيها و12 قرشا للشراء و15 جنيها و15 قرشا للبيع. الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، والتي ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات متقلبة، لكنها سجلت انخفاضا أسبوعيا، حيث طغى القلق من تراجع محتمل الطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.37 أو بنسبة 2.3% ليسجل 107 دولارات وسنتين للبرميل، وذلك عند التسوية. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.06 أو بنسبة 2% ليسجل 104 دولارات و79 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 12% لتصل إلى $3.66 سنتا لللتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.18% لتسجل $6.03 لكل مليون وحدة حرارية.
في العراق أكد البنك المركزي أنه لا يوجد أي مبرر يدعو لتغيير سعر الصرف الدولار أمام الدينار العراقية. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف إن الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي في تغيير سعر الصرف، وأنه لا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف. كما أكد المسؤول العراقي أنه ليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر وأميرة إليكم. شكرا لك مرفت. في البرتغال قالت السلطات إن حرائق الغابات أدت إلى إصابة 29 شخصا، حيث ما يزال عدة ألاف من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق. من جانبه قام الاتحاد الأوروبي بتنشيط برنامج مساعدة الأسطول الجوي لمكافحة الحرائق الذي يسمح للدول الأعضاء بتقاسم المواد لمساعدة البرتغال. وتأتي حرائق الغابات في الوقت الذي تعاني فيه البرتغال من موجة حرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. عودة مرة أخرى إليك مرفت. شكرا سحر وأميرة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. وصلت بعثة مصر إلى دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة تألقها، وحصد لاعب المنتخب الوطني للسومو عبد الرحمن الصيفي الميدالية الذهبية لوزن 85 كيلوغرام خلال الدورة. وكانت بعثة مصر قد حققت ذهبيتين وبرونزية في الكاراتيه، حيث توج يوسف بدوي بذهبية منافسات الكوميتيه وزن 84 كيلوغرام، كما حصد عبد الله ممدوح ذهبية الكوميتيه وزن 75 كيلوغرام، فيما حقق طه طارق الميدالية البرونزية لوزن 84 كيلوغرام رجال. تنطلق غدا منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في نسختها 25، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 إلى 18 من يوليو الجاري. هذا وتقام المباريات في صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 13 منتخبا أفريقيا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث يقع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى إلى جوار منتخبي الكاميرون والمغرب. أحرز لاعب التنس الصربي نوفاك ديفوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وعقب تغلبه على الأسترالي نيكا كيريوس بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية للبطولة. ويعد اللقب هو 21 لديجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى، والسابع له في ويمبلدون، والرابع تواليا في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية. نهاية أخبار الرياضة وعودة لأميرة وسحر إليكم. أهلا يا مرفت. أكدت وزارة الثقافة أن الحضور الجماهيري الكثيف لعروض سينما الشعب يعكس ثقة المواطن في المنتج الثقافي للدولة، مضيفة أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية. وأكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن سينما الشعب شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في جميع الحفلات الصباحية والمسائية خلال أول أيام عيد الأضحى بمختلف محافظات مصر. ويذكر أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه بالقاهرة والمحافظات في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. والآن أخبار الأرصاد الجوية وحالة الطقس. عودة مرة أخيرة إليك مرفت. شكرا لكم مجددا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار تبع على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، الإسكندرية 30-25، مطروح 29-25، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 33-23، السويس 33-24، العريش 30-25، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 36-29، الأقصر 42-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 35-28، وأخيرا حلايب 34-26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. حالة الطقس انتهت نشرة أخبار التاسع، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك في أول أيام التشريق. بلينكن يعتبر أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا. 9 نواب من حزب المحافظين البريطاني يتنافسون لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون. انتهت نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.